هرجع يوم الاثنين الثلاث، مسافر على امريكا كام يوم كده اقضي فيهم شويه حاجات هناك، وبعدين نرجع عشان الشغل بتاع عيد شم النسيم ويوم اليتيم نحضر فيه باذن الله. بعد كده في اخر شهر 4 اخر ابريل ان شاء الله، من بدايه من يوم 28 هكون برضو موجود مره تانية في امريكا. ده بقى عشان حفلات، هيكون في ثلاث حفلات ان شاء الله ما بين سان فرانسيسكو ولوس انجلوس وولايه تانية ان شاء الله، يكونوا ثلاث حفلات.